شكون اللي عاوننا حنا في الثوره؟ عاونونا المغاربه حنا في الثوره تاعنا، عاونوا المغاربه، ما كناش نسمعوا بهذا الاسم تاع البوليساريو. هذه هناك مشكل بين المغرب وبين البوليساريو، ما علاقة الجزائر لتحشر أنفها في هذه القضية لكي تعمق الخلاف؟ ما دخلكم بيننا وبين الجزائر؟ وما دخلك أنت بقضية الصحراء؟ هل هي جزائرية؟ شفت الآن كي ظهرت، كي شفت كيفاش ظهرت؟ لا، هذا سؤال، هذا سؤال يسأله كثيرون. ما علاقة الجزائر في القضية؟ هي تقول أنها محايدة. أنت أطرح. شكرا لك يا عبد الكريم من الجزائر، شكرا لك. هل تقبل أن يحدث استفتاء في الجزائر لكي يأخذ الأمازيغ قطعة من الجزائر والعرب قطعة أخرى؟ وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. في الفيديو غادي نشوفوا واحد الصحفي اللي غادي يعوض الحرباء صالح الأزرق، وهانتوما غادي تشوفوا وتسمعوا بودنيكم وغادي تحكموا على هذا الصحفي على المصداقية اللي كيمتاز بها. هذا الصحفي غادي يخرج في الجزائريين طول عرض وغادي يأكد بأن ما بغاش تفهم ليه ما دخل الكبرانة ديال فرنسا في قضية بعيدة لهم وفي مشكل كاين ما بين المغرب والبوليزاري، وقالها لهم في الوجه ديالهم علاش كتحشروا الأنف ديالكم في قضية بعيدة عليكم. وأي جزائري كيتجاوز السطر كيطردو وكيقطع عليه الاتصال. وهنا بغيت نوجه واحد النقطه لبعض الجزائريين اللي كيعتبروا مساكن بان راه جنوب افريقيا كتدعم البوليزاريو، شانها شان بعض الدول اللي معبر على الموقف ديالها بانها كتدعم البوليزاريو. ولكن اللي بغيت الجزائريين يفهموا راه ماشي معناها كتدعمهم، كتدعمهم ماديا، بالعكس راه هما اللي كياخذوا الفلوس باش يعبروا على الموقف ديالهم بانهم كيدعموا البوليزاريو. جوج دول في العالم اللي دعموا البوليزاريو ماديا ومعنويا، كاين الجزائر وكاين القذافي، ما قلتش ليبيا قلت القذافي، هادو هما الجوج اللي دعموا البوليزاريو ماديا ومعنويا. اما جنوب افريقيا، فنزويلا، البيرو، هاد الدول هما كياخذوا الفلوس باش يعلنوا على الموقف ديالهم تجاه البوليزاريو. وخير دليل هو الدول الافريقيه اللي تمسحات الديون ديالها. الجزائر كانت كتسال دول افريقيه كثيره اموال طائله وقالت لهم الله يسامح في ديك الاموال، فقط خرجوا قولوا نحن ندعم البوليزاريو والبوليزاريو راه دوله. وهذا الشيء راه نتوما كتعرفوه اكثر منا. وخير دليل اكثر هو قيس سعيد، تونس على مدار السنوات وهي في الحياد في هذا الموقف، ولكن مؤخرا تعطات واحد فلوس كثيره لقيس سعيد. التونسيين باقي لحد الان كيقلبوا على فين هي الفلوس، ما دخلاتش، ولكن هي دازت نيشان لقيس سعيد باش يستقبل زعيم البوليزاريو كيف ما شفناه مؤخرا. وهذه الرساله اللي بغينا نوصلوا لكم، راه دوك المواقف اللي كتسمعوها ديال الدول كياخذوا عليها فلوسكم، فلوسكم الشعب الجزائري كتعطى لدوك الدول باش يقولوا عاش البوليزاريو. اما لك تظن بان جنوب افريقيا ولا البيرو ولا دول بحال فنزويلا كيعطيو البوليزاريو الفلوس، فراك وليدي باقي ناعس على ودنك، وهذا سبب من الاسباب اللي باقي مخليك في الطوابير. فما نطولش عليكم، نخليكم مع هذا الصحفي، بغيتكم تعطيوه التقييم للطريقه اللي يسير بها برنامج اليوم. خليونا الراي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش علينا بالراي ديالكم. ناس مازال ما مشاركناش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. محسن من تونس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي هذا الخلاف اصبح في بعض الاحيان الى عدوان بين الدولتين الشقيقين. نعم. والموضوع كل سبب الخلاف هو جبهه البوليزاريو اي الصحراء الغربيه. وبكل صراحه نحن نرى أن الجزائر تدخلت في شؤون داخلية للمغرب، لأننا نحن لا نريد التشتت العربي. انقسم السودان، قسم السودان، قسم اليمن، تقسيم محاولة تقسيم سوريا وليبيا، يعني هذا 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 مش معقول. الدول قاعدة تتوحد ونحن قاعدين ننقسم. والجزائر إذا كان قاعدة تشجع معناها في جبهة البوليزاريو أو ما يسمى بالصحراء الغربية بالاستقلال عن المغرب، فهذا يعني خطأ كبير، وهذا يعتبر تابع للمغرب وليس للجزائر. هذا السبب الحقيقي. نعم. أما أسباب أخرى فالمغرب نعرف أن المغرب موالية للغرب يعني لأمريكا والغرب، الحلف الغربي. والجزائر موالية للحلف الشرقي للاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم. طبعا لكل منهم يريد يعني أن يجر الآخر إلى المعسكر الذي يريده، هذا سبب الخلاف يعني تقريبا. نعم. شكرا لك محسن. نعم محسن من تونس أشكرك على هذه المشاركة. مشاهدينا هشام من أمريكا يقول الجزائر
تحاول تقسيم المغرب منذ الستينات من القرن الماضي، بل وطردت أكثر من 300 أسرة مغربية من الجزائر يوم عيد الأضحى، وخاضت حرب الرمال ضد المغرب. الجزائر تريد منفذا للمحيط الأطلسي. أنا ضد تقسيم وتجزيء وطننا العربي. محمد من فرنسا تفضل. يبدو فقدنا محمد من فرنسا. نور الدين من الجزائر تفضل. ألو. تفضل يا نور الدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحية لكم وإلى كل المستمعين. أهلا بك. قناة الحوار. يا أخي، هذا يعني المشكلة اللي بيننا وبين المغرب، يعني السبب الرئيسي تاعها هو النظام العسكري الجزائري. No. لأن هذا النظام ما عندهش معاه علاش يبرر الإخفاقات تاوعه، إلا يعني خاصة يعني ما يعني وين يستد الخلاف من يعني 22 فبراير 2014، حتى يبرر للشعب أن هناك يدو خارجي أربيين. إحنا والمغرب يا أخويا، إحنا والمغرب إخوة، أحب من أحب وكره من كره. احنا لما عرانا كما قال لك يعني عائله انا نصفي هاك ونصفي هاك، يعني نصفي مغربي ونصفي جزائري. نعم. ما عندناش حتى مشكله. يعني هذا البوليساريو شكون غادي نعطيك مثلا سؤال، شكون اللي عاوننا احنا في الثوره؟ عاونونا المغاربه احنا في الثوره تاعنا، عاونونا المغاربه، ما كناش نسمعوا بهذا الاسم تاع البوليساريو هذه. نعم. يعني هذا المشكلة السبب الحقيقي تاعها هو النظام، يعني النظام الديكتاتوري الجزائري. شكرا لك. كانش تقول احنا مع المغرب. شكرا لك نور الدين من الجزائر، هذا هو الكلام الصحيح. لا فرق بين شعوبنا، نحن أمة واحدة، شعوب واحدة، يجمعنا تاريخ وجغرافيا ودين وكل شيء يجمعنا، ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. وأنا أكيد ولدي قناعة بأنه لا مشكلة لدى أي عربي مع أخيه العربي في بلد آخر، لأنه لا يشعر بالفرق بينه وبين أي أخ له من بلد آخر، ولكن هي صراع الديك بين الأنظمة. وربما كما قال نور الدين من الجزائر، سبب هذا الخلاف بين المغرب والجزائر هو النظام العسكري في الجزائر كما قال، الذي يريد أن يغطي على إخفاقاته وعلى فشله وعلى سطوته على الشعب الجزائري، ربما عبر خلق هذه الخلافات الغير المبررة. أنتقل إلى عبد الحميد من الجزائر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شوف يا أستاذنا، تفضل. الكل يعني متفق أن الحدود الجغرافية للدول العربية ودول العالم الثالث كاملة أوجدها الاستعمار. نعم صحيح. فقبل الاستعمار لا توجد شيء اسمها المغرب. صحيح. ولا تونس ولا الجزائر ولا موريتانيا ولا الصحراء الغربية. أحسنت. صحيح. خلاص، إذن يعني أننا ورثنا هذه الحدود السياسية اللي هي جريمة من جرائم الاستعمار في الحقيقة. نعم. لأن هناك تهجير قسري للناس. طيب، لكن للأسف أن القوى الكبرى في العالم اتفقت أن حدود الدول على حسب ما 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 خلفه الاستعمار. هذا المتفق، ولهذا وجدت سوريا ووجدت مصر ووجد العراق واليمن وكل الدول. نعم. طيب، خرج الاستعمار الفرنسي من المغرب فوجدت المغرب، وخرج الاستعمار الفرنسي من الجزائر فوجدت الجزائر، وخرج من تونس فوجدت تونس، وخرجت إسبانيا من الصحراء الغربية فوجدت هذه الدولة البوليزاريو التي يعني إخواننا المغاربة عندهم حماس، ربما لا أفهم يعني كيف أنهم يريدون أن يضموا هذا الوطن لهم. فوقعت الإشكالية، ولكن المشكل مش هنا. المشكل أن في ثمانينات القرن الماضي استطاعت القيادة السياسية في الجزائر وفي المغرب أيضا تجميد الخلاف، وسطروا خط وقف إطلاق النار. نعم.
وأجلوا أجلوا وتركوا الوقت، ربما سيكون الوقت هو الدواء لهذه القضية. طيب يا عبد الحميد أنا أسألك سؤال. نعم عبد الحميد أسألك سؤال، يعني إذا أنت قلت بأن الاستعمار خرج من كل بلد وأنشأ الدولة، طيب الاستعمار خرج من الجزائر ونشأت الجزائر، خرج من المغرب ونشأت المغرب، خرج من الصحراء والمغرب يرى بأن الصحراء جزءا لا يتجزأ من المغرب، هناك مشكل بين المغرب وبين البوليساريو، ما علاقة الجزائر لتحشر أنفها في هذه القضية لكي تعمق الخلاف؟ ونحن دائما نقول نحن مع الوحدة العربية، نحن مع أي قطرين عربيين يتحدان، هل نحن بحاجة إلى تجزئة المجزأ؟ ما علاقة الجزائر، لماذا هي متحمسة بهذا الشكل لإنشاء دولة اسمها الصحراء؟ وما علاقة جنوب إفريقيا بالصحراء الغربية؟ لماذا جنوب إفريقيا اليوم تدافع وتمول البوليساريو؟ أين هي العلاقة؟ ما علاقة البيرو، ما علاقة البيرو بالصحراء الغربية؟ شكرا لك على كل حال عبد الحميد من الجزائر. أنا يعني أنا أتحدث لك عن الجزائر وما علاقتها، تقول لي الجنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا ليس لها موقف ولم تدعم أحدا في هذه القضية. على كل حال عبد الكريم من الجزائر تفضل. السلام ورحمة الله. يعني في البداية الحديث تاعك يعني المفروض تكون محايد، من خول لك أنت تتكلم بأنه الحكم العسكري هو اللي خلق هذه المشكلة؟ ليس كلامي كلام نور الدين من الجزائر، نور الدين جزائري هو من قال هذا الكلام وأنت تردده. طبعا أنا أعد توضيح ما قاله نور الدين فقط. لا تفضل نتجاوز هذا. طيب تجاوز هذا وتفضل. لما تكون بلدك، لما تكون لك أرضك تقسمها مع الغير، إذا كانت أرضك حقيقة تقسمها مع الغير؟ لم أفهم ما تريد. يعني الصحراء الغربية هذه كي لما أخذتها كان التقسيم نتاعها في إسبانيا، قسمتها المغرب مع موريتانيا، هل أرضك تقسمها مع موريتانيا؟ إلى أن تخلت عنها موريتانيا آنذاك، ثم أن المغرب نفسها لم تعترف بموريتانيا حتى 69. بل لا تكلم على الخرائط الوهمية اللي تدي منها الجزائر، ثم أنك قلت لي أخ سابق قلت له أمن حق الجزائر إذا خرجت من إسبانيا، لماذا لم تدافع عليها مثل ما دافعت الجزائر على أرضها تخرجها؟ طيب أعطيني النتيجة، أعطيني النتيجة. موريتانيا أرادت أن تأخذ موريتانيا. أعطيني النتيجة، ما الذي تريد قوله يا عبد الكريم؟ أريد قوله رجاء، أنتم أصبحتوا يعني قنوات الفتنة وقنوات تتصيدون كل ما دخلكم بيننا وبين الجزائر. وما دخلك أنت بقضية الصحراء؟ هل هي جزائرية؟ شفت الآن كي ظهرت، كي شفت كيفاش ظهرت؟ لا هذا سؤال يسأله كثيرون، ما علاقة الجزائر في القضية؟ هي تقول أنها محايدة. أنت أطرح. شكرا لك يا عبد الكريم من الجزائر، شكرا لك. هذا الخلاف بين الجزائر والمغرب عمره 60 سنة، وهذا التطبيع بين المغرب وال... لحظة أكمل كلامي، هذا التطبيع بين المغرب ودولة الاحتلال عمره سنتين فقط، وبالتالي لماذا لم تحل الخلافات عبر 60 عاما مضت؟ لا والله كانت تنحل الخلافات، لأن الناس كرهت من طول هذا الأمر هذا والحدود مبلعة وكذا، لكن زادوا هما طين بلع على الطين، زادوا جابوا الصهاينة، يعني ما كانش مفاهمة. وزيد بزيادة يا أخي، هذا الصحراء اللي رانا عليها هذا الحس، هذا الصحراء يا أخي لماذا المغرب راه خايفة من الاستفتاء؟ تطلق لهم استفتاء إما يرجعوا المغرب مرحبا وسهلا. طيب أسألك سؤال يا إسماعيل لماذا خايفين من الاستفتاء؟ إسماعيل نعم. أسألك سؤال، هل تقبل أن يحدث استفتاء في الجزائر لكي يأخذ الأمازيغ قطعة من الجزائر والعرب قطعة أخرى؟ لا ما كان ما جاب هذه استعمار، هذا استعمار أسباني.
ما علاقة الاستعمار الإسباني يا أخي؟ شكرا لك إسماعيل من الجزائر. نسيم من كان أول فيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات وخرجوا لي بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.